رئيس تبون أكد أن مجهوداته الجزائر وإنجازاتها في مجال السكن أثارت حسد أعدائها، لافتا إلى أن المدن الجديدة في الجزائر لم تنل حقها الحقيقي من التغطية الإعلامية. هذه المجهودات على الجزائر يعني بالطبع يعني تثير الغيرة والحسد، وكل ما يتبعه من قهر لأعدائنا. رغم هذا أقول أن مدينة سيدي عبد الله والمدن الجديدة هذه ما خداتش حصتها، ما خداتش حقها في تنويه بالتنمية الوطنية من طرف إخواننا وأخواتنا الصحفيين والصحفيات رجال الإعلام.